السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على أسماء اختصاصات الأطباء بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فأولا طبيب هو ميدسان، ميدسان. طبيب عام ميدسان جينيراليست، ميدسان جينيراليست، ميدسان جينيراليست. طبيب النساء ان جينيكولوج، ان جينيكولوج، ان جينيكولوج. وبالنسبه للمولده هي اون ساج فام، اون ساج فام، اون ساج فام. طبيب الاطفال ان بيدياتر، ان بيدياتر، ان بيدياتر. طبيب القلب un cardiologue, un cardiologue, un cardiologue. فالقلب هو le cœur وطبيب القلب هو un cardiologue. طبيب الجهاز الهضمي gastro-entérologue, gastro-entérologue, gastro-entérologue. طبيب العيون un ophtalmologue, ان اوفتالمولوج، ان اوفتالمولوج. فانتبهوا بالنسبه لاوفتالمولوج اف كنكتبوها ب بي اش، ان اوفتالمولوج. طبيب الاعصاب ان نورولوج، ان نورولوج. فالاعصاب هما لي نير. طبيب الاعصاب ان نورولوج، ان نورولوج. طبيب الامراض العقليه psychiatre, un psychiatre, un psychiatre. وبالنسبة للبسيكولوج هو غير أخصائي نفسي، أما psychiatre فهو طبيب الأمراض العقلية. طبيب الأمراض الجلدية un dermatologue, un dermatologue, un dermatologue. طبيب الأنف والأذن والحنجرة auto رينو لارانغولوجي، اوتو رينو. فانتبهوا بالنسبه لرينو كنكتبوها ب ار اش، رينو لارانغولوجي، اوتو رينو لارانغولوجي. فبما انه هذا الاسم طويل نوعا ما فكنختصروه في او ار ال، ف او ار ال هو طبيب الانف والاذن والحنجره، او اوتو، ار رينو، ال لارانغولوجي، او ار ال. طبيب الحساسيه allergologue, allergologue. الحساسية هي الالرجي وطبيب الحساسية allergologue, allergologue. طبيب أمراض الدم hématologue, hématologue, hématologue. طبيب أمراض الكلى nephrologue, nephrologue, نيفرولوج. هنا ايضا اف كنكتبوها ب بي اش، نيفرولوج، نيفرولوج. طبيب الرئه ان بنومولوج، ان بنومولوج، ان بنومولوج، بنومولوج. طبيب امراض المفاصل روماتولوج، روماتولوج، روماتولوج. طبيب المسالك البولية ان اورولوج، اورولوج، ان نورولوج، اورولوج. طبيب الغدد اندوكرينولوج، اندوكرينولوج، اندوكرينولوج. طبيب الغدد هو اندوكرينولوج. طبيب الشيخوخة un gériatre, un gériatre, un gériatre. فبالنسبه للطبيب الشيخوخه هو طبيب مختص في الامراض اللي كتصيب الناس اللي كبار في السن، فهو طبيب الشيخوخه. طبيب الامراض الباطنيه médecin interniste, médecin interniste, médecin interniste. طبيب الأورام
An oncologue. Oncologue. An oncologue. طبيب الأسنان. Un dentiste. Un dentiste. Dentiste. طبيب الأسنان. Un dentiste. طبيب تقويم الأسنان. Orthodontiste. Un orthodontiste. Orthodontiste. طبيب أسنان الأطفال. Pédodontiste. 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 أخصائي الأرجل. بودولوج. 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 فبالنسبة للبودولوج أخصائي الأرجل، ولكن غالبا كتكون عنده دكتورة. بودولوج. جراح العظام. أورتوبيديست. 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 طبيب الأشعة. Un radiologue. Un radiologue. Un radiologue. طبيب التخدير. Un anesthésiste. Un anesthésiste. Un anesthésiste. طبيب شرعي. Médecin légiste. Médecin légiste. Médecin légiste. فالميدسان ليجيست هو اللي كيقوم باللوتوبسي او التشريح. اخصائي المناعه. ايمونولوجيست. 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 اخصائي التغذيه. نوتريسيونيست. 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 فهنا تي اي او كنقراوها بسيو نوتريسيونيست، وهنا عندنا دوزين نوتريسيونيست. اخصائي التغذيه هو نوتريسيونيست. اخصائي السموم توكسيكولوج. 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 اخصائي السموم هو توكسيكولوج. طبيب الانعاش. Un réanimateur. Un réanimateur. Un réanimateur. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا اختصاصات الأطباء باللغة الفرنسية. فما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.